يا اهلا بيكم من جديد مع انا والطبيب. كتير قوي بنبقى محتاجين نداري عيوب بشرتنا، وبنفضل بقى نجيب في كريمات، وبنفضل نشوف ايه الوصفات اللي على الانترنت، بنشوف صاحبتي دي او جارتي دي طب بتعمل ايه، طب اغطي الحبوب دي ازاي، طب اغطي التجاعيد دي ازاي، وبنفضل بقى نحط كميات وطبقات، وللاسف ما بنبقاش فاهمين ان انا مهما بحط هو بيبرز العيوب اصلا. يعني اللي انا بفضل احطه ده بيبرز العيوب او بيوضحها اكتر. عشان تكون بشرتي حلوه وجميله لازم الاساس، يعني تكون الانسانه او البنوته بتستخدم حاجه معالجه، ولكن مش حاجه مؤقته كده زي المسكنات. لو انا تعبانه بسكن شويه وبرجع، لا، لازم تكون بتعالج بشرتها. توصلنا طبعا لنقطه مهمه جدا، وهي كريم بروش بالكولاجين. كفايه قوي ان هو موجود قدامنا في الصيدليات، كفايه قوي ان كل الناس بقت بتستخدمه بطريقه روتينيه. عشان كده النهارده عايزين يعني نقول الافاده هناخدها اكتر من دكتوره هبه ياسر، المستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا ميري، منورانا. ميرسي. اخبارك ايه؟ وبتوحشينا، والناس بقت بتسالني اكتر. احنا النهارده يعني جايين نرد بقى على اسئله كتير كل اللي انت الاسئله قلتها. لو عايزين بقى، في ناس ممكن تكون بتشاهدنا لاول مره، لو انا عايزه اقول لهم مكونات كريم بروش بالكولاجين ايه؟ تمام، حلو قوي. انت قلتي كريم بروش بالكولاجين، فكده ده اول مكون هنتكلم عنه علشان لفتنا نظر الناس ان بروش كريم فيه كولاجين. ايه هو الكولاجين او الكولاجين؟ هو بروتين طبيعي جسمنا بيفرزه، بس بيقل افرازه مع التقدم في العمر. هو المسؤول عن نضاره البشره، هو المسؤول عن شد الجلد، هو المسؤول عن تاخير علامات التقدم في العمر. والبشره بتفرزه بصوره طبيعيه، بيقل افرازه مع التقدم في العمر بدايه من العشرينات والثلاثينات. كل ما بنتقدم في العمر بيقل افرازه، فبتظهر علامات التقدم في العمر والتجاعيد بتبدا تظهر. فانا عندي اول مكونين هنتكلم عنهم في كريم بروش هما الكولاجين والالاستين. الاثنين دول لما يكونوا موجودين في كريم، ده معناه ان انا هملى البنك بتاعي وهخزن كولاجين اكتر في جسمي علشان اعوض اللي انا هفقده مع العمر. كده كده هفقد الكولاجين، كده كده علامات التقدم في العمر هتظهر، لكن انا عايزه اتهرب منها شويه، عايزه ااخرها شويه، عايزاها تظهر متاخره، مش عايزاها تظهر بدري. الاقي دلوقتي شباب في العشرينات ظاهر عندهم تجاعيد فعلا، صح، واللي عندها 30 كان عندها 40 و45. لا بالعكس، ده انا عايزه العكس، عايزه تبقى سنها 40 وظاهر عندها 30 سنه. ده اول حاجه هنتكلم عنها النهارده، دور الكولاجين والالاستين اللي موجودين في بروش كريم. بملى البنك بتاعي، بخلي عندي مخزون من الكولاجين والالاستين علشان حتى ما الجاش لعمليات تقشير الكيماوي. لان احنا دلوقتي بنقشر الجلد الميت او الخلايا الميته علشان خاطر نعمل ان الطبقه الثانيه من الجلد تظهر. لا، انا عايزه ااخر موضوع التقدم في العمر ان هو يظهر، التجاعيد تظهر. عايزه ان انا ما الجاش لعمليات التقشير، عايزه ان انا ازود من عمر الخليه، مش عايزاها تشيخ وتموت بدري. لا، انا عايزه ان انا ازود من عمر الخليه، عايزاها تفضل نضره على طول. ده اول دور لاول مكونين الكولاجين والالاستين. حلو قوي. الناس للاسف بتبقى مكسله، وسعر كريم بروش بالكولاجين سعره حلو قوي، وفي الاخر بتتدبس ان هي تروح تعمل بوتوكس وفيلر باسعار باهظه، وبتشتكي ان هو بيعمل نتيجه مؤقته. لو انا ابتديت بدري يا دكتور، يعني لو خليته فعلا روتين في حياتي، ممكن استغنى عن البوتوكس والفيلر؟ انا قلت عايزه املا البنك بتاعي، انا عايزه ااخر علامات التقدم في العمر، لان انا دلوقتي بلاقي ان في بنات بتستسهل في سن العشرينات انها فعلا تروح تحقن علشان التجاعيد بدات تظهر. طب لو التجاعيد دي ما كانتش موجودة بدري في العشرينات والثلاثينات وظهرت في وقت متأخر 40 و50 سنة، أكيد هيفرق معايا جامد جدا. فلما أعود بنتي من قبل سن العشرين إن هي تستخدمه كروتين حياة، ده هيملى البنك بتاعها، هيخلي جلدها على طول نضر، هيخلي فيه ترطيب، لأن الجفاف بيبقى سبب أساسي من ظهور التجاعيد بدري. فده هيبقى معناه إن أخرت ظهور التجاعيد، فمش هستهلك البوتوكس والفيلر بدري. لا، أنا عايزة ألجأ للحاجات دي متأخر. دي حاجة. الحاجة التانية، وجود سكين كير او ان انا اعتني ببشرتي مع حقن البوتوكس والفيلر بيطول من تاثيره. بدل ما احنا مثلا المفروض يقعد 9 شهور، بنلاقيه بيقعد 6 شهور و3 شهور علشان خاطر الناس ما بتعتنيش ببشرتها. أوكي. لا، مع استخدام كريم بروش لانه غني بالكولاجين والالاستين، هيطول من عمر البوتوكس اللي انا بستخدمه، هيقعد 9 شهور وهيقعد سنه. فهو مكمل لاستخدام البوتوكس في السن الكبير، وكمان بيظهر اكتر اثاره الايجابيه، مش بس الاثار السلبيه ان تلاقي تجاعيد او كده. لا، ده انا عايز ابرز جمالي كمان. انا لما قلت ان الجفاف ده بيزود او بيبين
البشره بان هي فيها كرمشه او تجاعيد. طب ده كريم بروش فيه بنثينول وجليسرين، يعني بيرطب، يعني ترطيب عالي الكثافه، يعني هيقلل بقى من ظهور التجاعيد اللي بتبقى نتيجه الجفاف بدري. الجفاف يعني تجاعيد، يعني غمقان، يعني التهابات. لا، كل ده مع وجود بنثينول وجليسرين كمان هيرطب الجلد اكتر، فيخلي الجلد شكله صحي. ما نلجاش بقى ان انا اداري العيوب زي ما انت بتقولي، لا انا عايزه اعالجها، انا مش عايزه اداريها. للاسف الواحد بيبقى عايز يخبي، كل واحد بيبقى شكله نفسه يكون شكله حلو، حتى لو رجاله يا جماعه الفتره دي، حتى الرجاله كلنا بنسعى للجمال طبعا ببشرتها. احنا عرفنا ان هو في مكونات كتيره، كمان اعرف ان من مكوناته العرقسوس، خلاصه العرقسوس وحمض الكوجك بالظبط. ده معناه ان هو بيفتح يا دكتور كمان بالظبط، خلاصه العرقسوس علشان خاطر ازاله التصبغات، البقع الغامقه، عدم توحد لون البشره، بتلاقي البشره كلها درجات مش لون واحد. فكل ده وجود خلاصه العرقسوس وحمض الكوجك بيساعد على ازاله التصبغات، ان هو يخلي البشره متوحده اللون، اماكن الايد لون ولون، المحجبات حوالين الفم بالنسبه لناس كتير من التدخين ومن الجفاف وقله شرب الميه. اثار حب الشباب بيسيب كمان بالظبط، بيسيب بقع على الكتف وعلى الظهر وعلى البشره. كل ده مع استخدام كريم بروش بصوره يوميه هيقلل جدا من التصبغات. معنى ان انا اقول سن الشباب اللي فيه حب الشباب يعني بدري، يعني قبل سن العشرين، يعني 14 و15 و16 يستخدموه ولاد وبنات بالظبط، يستخدموه علشان بتسأل السؤال ده. هيزيل أثار الحبوب اللي بتبقى مكان حب الشباب، وهيساعد ان كل التصبغات دي تروح. الناس بقى اللي جلدها مش لون واحد مكان المصايف، احنا راجعين من صيف، الناس اللي بتشتكي، كل ده مع استخدام كريم بروش بالظبط. المحجبات دايما بقول الطرحة او الايدين، كل ده بالاستخدام اليومي لكريم بروش لوجود خلاصة العرقسوس وحمض الكوجك بيزيل التصبغات وبيعمل على توحد لون البشرة. وحضرتك بتتكلمي قلتي لو في الجسم، معنى كده ان انا كريم بروش لاي مكان كان في الجسم بالزبط. يعني انا ممكن بقى استغل ان هو بيفتح برضو الجسم، ان انا لو في اماكن حساسه غامقه شويه، أيوة. او عند الركبه اللي هي الحاجات اللي ظاهره الكوع او الاحتكاك، اي اماكن فيها احتكاك، الكوعين، الركبتين، الاماكن دي كلها بيفتح بالظبط التصبغات والالوان الغامقه. وكمان هو بيصلح لكل اجزاء الجسم، يعني حد يقول المناطق الحساسه مفيش مشكله لان مكوناته طبيعيه. كمان عايزه اقول نقطه، الاطفال الصغيرين ممكن يستخدموه بمنتهى الامان، واحنا اولادنا نازلين الصبح المدرسه الجو الساقع، لا، لوجود البنتينول والجليسرين هيعمل طبقه عازله بين الجلد وبين السقعه الشديده اللي بره، فهيمنع الالتهاب وان جسمهم يتاثر بالسقعه دي ويعمل جفاف في وشهم لوجود بقول البنتينول والجليسرين. فاحنا كده اتكلمنا عن الترطيب لوجود البنتينول والجليسرين، اتكلمنا عن ازاله التصبغات، حمض الكوجك وخلاصه العرقسوس، الكولاجين والالاستين عشان مقاومه التجاعيد. طب مضادات الاكسده بقى والفيتامينات، بضطر ان انا عايزه اروح اجيب كريم في فيتامين سي علشان خاطر التفتيح وان بشرتي تبقى منوره، عايزه كريم في فيتامين اي علشان خاطر مقشر طبيعي وبيجدد خلايا البشره، بيحفز الكولاجين، فيتامين اي فيتامين اللي بيساعد على انه يحمي البشره من تاثير عوامل خارجيه لانه مضاد اكسده. طب الثلاثه دول موجودين كمكونات اساسيه من كريم بنحط 10 علب قدامنا، وللاسف احنا بنكسل، وكريم النهار وكريم الليل وما بنستخدمش حاجه، بنصعبها على نفسنا ولا حاجه. لا، هو وجود الثلاث فيتامينات A و E و C في كريم بروش يعني حميت بشرتي من الشوارد الحره، من العوامل الخارجيه كلها، من التلوث، لانهم مضادات اكسده. فيتامين سي الجوكر اللي بينور البشره، اللي بيزيد من تدفق الدم في الشعيرات الدمويه، فبيخلي البشره بشره نضره زي بشره البيبي. فيتامين A ده مجدد للخلايا، مجدد طبيعي، بيحفز من انتاج الكولاجين، ما اضطرش ان انا اعمل برضه عمليات التقشير لان انا بخاف جدا بيعملوها في البيت، مش بتكلم على اللي بتبقى في ناس بتوصل ان هي بتحرق لانها هي بالزبط. مش دكتورس ولا يعني هي مش عارفه تستخدم ايه وبيستسهلوا الوصفات. طب انا عندي كريم مسجل ومرخص من وزاره الصحه، موجود على رف صيدليه، سعره في متناول الجميع، مخليني ان انا اتغاضى عن ان انا استخدم 4-5 انواع من الكريمات. لا، ده هيرطب البشره، هيفتحها، هيقاوم عوامل التقدم في العمر، هيحميني من التلوث والشوارد الحره. طب ده احسن كتير من ان انا اروح اجيب 4 أو 5 انواع من الكريمات. صح، وبنشوف على الانترنت يعني بنشوف عبوة كده دي كولاجين فانت لازم تستخدميها، العبوة دي فيتامين سي فانت لازم طب انا اروح لفين ولا فين لما انا اصلا عندي كريم، وبعدين احساس ان انا اجيبه من الصيدليه ده حاجه تانية بالظبط. البشره كمان يعني ليها
طاقه معينه في ان هي تمتص كل الكلام ده. مش هينفع كريم على كريم على كريم، طب كريم نهار، طب كريم ليل، كمان ممكن يحصل ان في مكونات تتعارض مع بعضها. صح. وتبقى نتيجه سلبيه، الماده الفعاله تتعارض. لا، ده انا عندي المواد الفعاله كلها تحت مظله وزاره الصحه بمعايير صح اللي تفيد البشره، تفيد كل الاعمار، تفيد كل مناطق الجسم. وكمان الاهم من ده كله عشان الناس بتبص الموضوع، التكلفه. التكلفه اقل كتير، والضمان ان انا بجيب مستحضر علاجي من على رف صيدليه، ده ضمان لوحده. بنبقى عارفين ان في الفصل اللي احنا فيه، فصل الشتاء، لازم نستخدم مرطب على طول، واخدين كده على اشكال معينه مرطبات واحنا عارفينها. كوني ان انا استسهل الموضوع ده ويبقى بالمره ان انا اجيب كريم بروش بالكولاجين يبقى مرطب وفي كل ده، في كل ده، يبقى انا كده خدت الترطيب الكافي ولا ما فيهوش الترطيب الكافي؟ لا، البنسينول والجليسرين ترطيب عالي الكثافه. لا ما قلقش. غير ان كمان في ناس بتلجا للمرطبات اللي موجوده في الاسواق اللي هي ليها روائح. دايما الحاجات اللي ليها روائح هم بيتبسطوا بان هي ليها روائح معينه كانها برفانات، لكن تاثيرها سلبي جدا على الجلد، بتزود من جفاف الجلد، ممكن تعمل حساسيه كمان. صح. لكن لما انا ببقى زي ما بقول جايبه مستحضر علاجي من على رف صيدليه مرخص من وزاره الصحه، مبقاش قلقانه منه، مكوناته كلها طبيعيه، فلا انا استخدمه كمرطب وانا مطمنه جدا الفتره اللي جايه، مهم قوي قوي. وكمان مضادات الاكسده وجود فيتامين سي يحميني من كل العوامل الخارجيه، فالفتره الجايه احنا فعلا محتاجين ان كريم بروش يبقى عندنا كلنا، لانه هيحميني من في شنطتنا. يعني ده لازم يبقى في الشنطه من وجهه نظري انا شخصيا. انا لو لقيت كريم في الصيدليه وعليه المكونات دي كلها، اذا كانت فيتامينز، اذا كان جليسرين، اذا كان كولاجين، طب انا هبقى خسرانه ايه؟ خصوصا ان احنا بنوصل لمرحله من كتر السقعه والبرد، التشققات دي بتجرحنا. يعني في ناس والاطفال متجرحه، وست البيت استخدامها الميه كتير والمطهرات والصابون وايديها على طول في الميه، كل ده بيسبب جفاف بشرتها. فتلجا لكريم بروش هيفرق معاها كتير جدا في ترطيب البشره. طب قولي لي بقى يا دكتور، عشان اخد احلى فايده من كريم فيه كل مكونات يعني تهيألي المبهره دي، استخدمه كم مره في اليوم واحسن طريقه استخدمه ايه؟ تمام. انا عن نفسي لو هتكلم عن نفسي، انا بستخدمه مره الصبح ومره بالليل. اهم حاجه على بشره نظيفه مغسوله بالغسول المناسب لنوع البشره، مش اي غسول، ما بستخدمش الصابون العادي، لا، حتى لو صابون بيبقى صابون طبي او صابون اللي بيقوم بدور الغسول. بقفل مسام بشرتي بالتونيك او بميه الورد، بستخدم بروش كريم كمرطب على بشرتي، بيمتص بصوره كبيره جدا لانه كريم بيز، فيصلح لكل انواع البشره، اصحاب البشره الدهنيه ما يقلقوش. وبسيبه على البشره وبنزل، بس طبعا بستخدم بعد كده سان سكرين زي ما احنا عارفين، وبسيبه على البشره وبنزل عادي جدا. بالليل بعمل نفس الموضوع، نفس الروتين، بنظف بشرتي كويس جدا من اثار اليوم او من المكياج او اي حاجه بالغسول المناسب، وبعيد الدايره مره ثانيه وبستخدمه قبل النوم. ضمنت ان انا كده بشرتي اتغذت كويس جدا، دخلت لها محتوى عالي من الكولاجين، رطبتها كويس جدا، فكده خلاص كفايه. انا بشكرك يا دكتور، بشكر وجودك معانا، وبنشكر كمان شركه AMD على المنتجات الهائله بتاعتها. بصراحه حاجه كده تشرف وحاجه تبسطنا كلنا، لان منتجات بجد احنا لو فكرنا يعني نشوفها من بره مصر هنلاقي مبالغ يعني مهوله. بالزبط. احنا بنشكر دكتوره هبه ياسر مستشاره طب شركه AMD، وانا كمان بشكركم. خليكم دايما لفقرات جديده مع انا والطبيب.